وهلا حديث البلد مع كارول الحاج. ما كنا ناطرينك انت تجي، كنا بعدنا عم نحكي انا وميشيل وعم نقول خلينا نروح نشق على كارول ونطمن عليها. يا عمي هالمره قصرنا معها، ما لقيناكي الا طليتي، ما لقيناكي الا طليتي، يعني قصرنا معها ونقول الحمد لله على السلامه. ميرسي. دارج القصير. جيت لعندكم وجيت لعندكم، ايه شفت شو قوية؟ ايه قصت وقت لانه وقت ما كان عم بيزبط على وقت. من هيك ما طلعت. واللي كنت بدي لك انه ميشيل شاري الكادو. اعطوني اياه. اي بقى رح يبعث لك اياه هلا. اربع ضلوع سبير. مش شركة. هدول لازم يضلوا تعطيهم لجنان ملات لدانسينج وذ ستارز، خليهم معها لانه مشان سيزون 3، لانه مش صيني الاصلي وكذا شغله، يعني كذا نوع عض، مش بس ال لا سبير بارتس من الجميع. كذا كذا بس ورثت، ما هيك؟ مع براغيون مع كل شيء تجربه. انه اكسيدون صار، كنت بتمنى ما يصير معي، بس كانت تجربه كثير حلوه، حلم وسوفينير كثير حلو رح يضل لي بعدين. اكيد كارول الحاج مبروك وصولك لنهائيات دانسينج وذ ذا ستارز، انت نجمه لبنانيه بمجال التمثيل وكثار كانوا عم بيشجعوك بدانسينج اللي اضطريتي تنسحبي من اخر حلقه منه بعد ما تعرضتي خلال التمارين لكسر بالضلع. وبعدم مشاركتك الاحد الماضي انحصرت المنافسه تلقائيا بين مايا ودانييلا، ودانييلا حصلت على الفوز مثل ما شفنا بفرق كبير من الاصوات. كارول الاحد اللي قبله كنت منصابه بس منك عارفه حالك، صح، ورحتي وابدعتي بالرقص وكانت اول مره بتاخذي فيها ثلاث عشرات، يعني صح ثلاث عشرات وتسعه من لجنه الحكم. عطوني اياهم قبل ما فل انه لانه على القليله فليت انه معي عشرات مش طردي. طلعوا سببها رقصت، كنت كثير موجوعه بس شو بدي اعمل؟ يعني صار لايف، نحن لايف ما فيا يعني اقول صرت ادهن كريمات، اخذ انتي انفلاماتوار، يعني كنت 10 حبوب بين انتي انفلاماتوار وبين ادفل وكريمات وكثير كثير موجوعه وصرت خايفه انه هلا بدي ارقص وحبتهم هالرقصات وموجوعه، صرت اعمل اشوفمان كثير كثير بالكوليس وعملتهم، ما صدقت كيف عملتهم. وتاني نهار دغري رحت عند الحكيم عمل لي السيتي سكان بين انه في كسر، هذا الكسر نتيجه بالتمارين في عندنا حمله نحن بالرقصه، بهالحمله ونوجعت وانكسر بس ما عرفت الوجع بين للويك اند. من ضلع من قدام ولا ميلت ورا؟ ميلت ورا. مشان هيك كنت فكرتيها صفقه هواء. فكرتها صفقه هواء وما بينت دغري، يعني نحن كنا كل يوم عم نتمرن وعم يحملني وانوي الجي اقول له مثلا وطي ايدك كذا، ما اعرف يعني ما اعرف انه انكسر. ايه بالويك اند نجعت كثير فكانت صفقة هواء. قولك زادت كارول على الرقص على شو اسمه؟ لا عن جد عم بحكي. لا هلا اللي صار منيح معي كثر خير قال انه منخ ما خزقت لي شيء، هذا قال لي الحكيم، لانه لما يكون في عندي كسر بالعظم وتتحركي بتخزقي عضل او بتخزقي بتخزقي الريه. الريه هيدي الخطره، هيدي منيح اللي ما صارت. الحمد لله على السلامه، يعني عن جد بقول لك الحمد لله على السلامه. كارول كنتوا تلتقوا ورا الكواليس انت ودانييلا، اكيد كيف كان هيك الجو بيناتكم؟ يعني خوفكم المشترك، يعني فايتين بكومبيتيشن مشتركه يعني. صح، كنت انا التقيت فيها لدانييلا قبل ببرنامج بالام تي في ورجعنا شفنا بعض بدانسينج وذ ستارز، علاقه حلوه مهضومه، بنحكي عن كل شيء، كل واحد بيحكي شو عامل بحياته شو خبرته، بناكل سوا، كانت تجيب لي اوقات اكل اول اول يلا ليش احنا رجعت وانا رح اجيب لك اكل وتعوضني انا بدي اكل ولو دانييلا ونحن ما بيطلع لنا شيء جاي ايدك فاضي عن الليله حامله كيس لعنا الليله حامله كيس صندوق التفاح من عينيتها جابت لك لك بس تفاح وشوية مكدوس انه علاقه حلوه انه لو نحن بكومبيتيشن بس كنا هيك انه كنا كثير فريندلي اليوم دانييلا يعني
قالوا لها انه عندك موهبه التمثيل يعني بتجسيد الرقصات اللي رقصتهم، انت كممثله محترفه شو بتعطيها نصيحه لدانييلا اللي ممكن تبلش بلبنان بالتمثيل لانه هي ممثله باستراليا؟ بلاقي انه هلا عندها شانس كثير كبيره يعني لانه عندها موهبه رقص وعندها موهبه تمثيل واخذت كيس دانسينج وذ ستارز، سو هلا استفيده هلا بدهم يستفيدوا كمان من شهرتها ومن وجهها يعني هلا عندها حظ كثير كبير. كارول من عمر الاربع سنين لعمر 13 سنه كنت تتابع دروس بالباليه كلاسيك مع مدربه الرقص المعروفه جورجيت جبارق اللي بنوجه لها تحيه كثير كثير كبيره من حديث البلد، بالاضافه لدروس متفرقه بالفلامينكو والتانجو. كارول السنه الماضيه كنت ضيفتنا مع الزميل توني خليفه، كنتوا سوا هون وانتوا رقصتوا وقلت لك بوقتها لازم ياخذوكم على دانسينج، قلت لي خلص رح ياخذوكم بدانسينج وذ ستارز وانا فلت من هون وما ضل حدا ما يسالني مبروك اخذوك شو رح تروحي، قلت لهم يا عمي عم تمزح ايوه بس انا ايمنتت يعني بعدين اخذوني. فهاليوم رح اقول لك انه بعد اللي بينتيه بدانسينج وذ ستارز من تالنت لازم هلا تعملي فيلم استعراضي يستفيدوا من طاقاتك اللي عندك اياهم بالرقص وبالتمثيل سوا وينعمل هيك شي فيلم استعراضي ضخم تكون بطلته كارول ان شاء الله. اوكي يلا كل شيء بتقولوا كل شيء بيقولوا بصير. إذا بدي أقول لك أمنية هلا تتحقق على الصعيد الشخصي ما تقول لي لبنان وهيك وطن. إيه شرفي. شو الأمنية اللي بتحب تتحقق هلا؟ هلا سعادتي. اللي هي؟ سعادتي العامة. لا رجعنا على الأجوبة السياسية الدبلوماسية. فارس بويز. فارس بويز، أنت فارس بويز. لا سعادتي الشخصية العاطفية. اها طيب هي يا ترى قريبه تتحقق على مفترق طرق قريبه تتحقق شو وضعها يعني هلا شو وضعها هي؟ لا وضعها بالانتظار بالانتظار اوكي سال ذا تونت لكن هلا كارول ولادك كانوا عم بيشجعوك وراحوا معك على الريهرسل مره وعملوا فوضى يعني وتسلوا كثير ورقصوا هن رقصوا وجوزي كان ناوي يجي يشجعك باخر حلقه بس ما يعني ما زبطت ما قدرت ترقصي فيها. شو كانت ردة فعل الاولاد لما صار معك الاكسيدون؟ هلا انا ما خبرتهم مزبوط شو صار معي، ما بحب يخافوا كثير، قلت لهم عم بيجعني ظهري، هن كثير كانوا محمسين للبروجرام وكل وقت يسالوني وانه هيدا شو عم ترقصي ويحفظوا الاغاني، فانه ليش ما عم بتروحي؟ ليه ما بدك ترقصي؟ يعني صاروا كثير يسالوا، قلت لهم انه ظهري عم بيجعني ويسالوني كي يا غانيي مين ربح؟ قلت لهم كلنا ربحنا انه مين اخذ كل دي فان ما بدي اقول لهم انه دانييلا يزعلوا انه امهم ما اخذتش ربحونا كلنا لكل دي فان قلت لهم انه دانييلا اخذت الكيس بس انا توس غانيي انه خلص بمجرد انا وصلت للاخر يعني انا ربحت لا هو عن جد يعني اللي وصلوا للاخر انه باسمنا لانه بالمدرسه بصيروا يسالون مثلا اصحابهم يمكن امكم ربحت ولا ما ربحت عرفتي رح يحضروا البروجرام كلهم رح يحضروا حديث البلاط انا ما بعرف انا ما بحضرهم الشب الليل يعني لما طب بلكي بحال حطي لحد اطلعي بالكاميرا وقولي لهم هاي مامي قولي لهم هاي مامي قولي لهم باساميهم شفتوا الكيس انا ربحت يعني دانييلا خدي يعني نحن وي ار ذا بيجست وينرز بهالبروجرام الحلو بوجودكم معنا الليله بهالتالنتس اللي بينتوها عن جد. كارول الحاج بما انه هالبرنامج كان فيه جوائز او جائزه كارول الحاج وانترفيو جوائز كارول بدنا نوزع جوائز على نجوم حكام وراقصي دانسينج وذ ستارز اوكي يعني فيك تنقي انا رح اعطيك الصفه يعني مثلا جائزه الصداقه فيك تنقي حيلا حدا سواء كان نجم او من لجنه الحكم او من الراقصين اوكي الترينرز جائزه الصداقه لمين بتعطيها؟ الين خلف الين خلف موجه لها تحيه جائزه الهضامه عبدو دلول عبدو واسادور كثير مهضوم
ما كنت عرفته هيك لان انا عم بقول لك كنت احضر السنه الماضيه بالحقيقه كثير مهضوم كثير خفيف. جائزه الاحتراف مايا. مايا مايا نعمه محترفه جدا. جائزه الاجتهاد دانييلا. دانييلا عن جد شابو با دانييلا كثير بيرسيفيرنت وتحدد حالها واشتغلت كثير منيح. جائزه الثقافه الثقافة شفت قلتها هيك حتى تبين الثقافة بالرقص يعني دارن دارن يعني لدارن قديش بنعطي 10 10 10 اوكي. جائزة البوزيتيف انرجي كمان دارن. جائزة القساوة ايفان. هلا ما حدا في حدا في شخص ما حدا بيعرفه كثير على الشاشه في قولوا ولا بتفضلي حدا ضلوا مبارح لا قولي قولي ايفان طلوا بالاخر الكوريغراف الكوريغراف اللي بتعمل لنا الرقصات مبارح طلوا هي المانيه شقره شقره المانيه ايسي لانها بروفيسيونيل يعني بحب يعني شخصيتها ايسي ومن اللي على الكاميرا بعتقد منا كثير صعبه من اللي على الكاميرا البروديوسر جنان ملات يعني كمان بالكواليس كمان بالكواليس جنان ايفان جنان وربيع قد على الهوا يعني حرام ربيع طلع على الهوا بس هو مش هو القاسة ما هي طلع بيلعبها ربيع القاسة هو طيب يعني لا هو من اطيب الاشخاص من اطيب واحد فيهم حتى مبين انه مهضوم حتى وعم بيلعب عم بيكون قاسي صح حتى هو عم بيكون قاسي بيكون عم بيبتسم يعني كانه عم بخبي البسمه. جائزة اللطف كايندنس المخرج باسم كريستوف مش معقول شو يا لطيف باسم شو لطيف بدنا نسمع صوتك باسم هاي باسم ميرسي كرون عسلامته باسم على كل حال معروف عنه انه من اكثر المخرجين شياكه وتهذيب يعني دائما مع الناس اللي بيتعامل معهم. جائزه الروح الرياضيه اليس ستيفان اكيد صح؟ لا ما عنده روح رياضيه كان كثير مقهور انه كان دائما بده يعني اليه بالعكس اليس ستيفان استغربت انه قد ايه كان بده يبقى يعني بالعكس كان كثير جدي وكثير بده يبقى بس هو اذا طلعت مبسوط. النتيجه كيف تقبلها هون الروح الرياضيه اكيد بيروح رياضيه نمر على فكره نمر سعاده لاحظت نمر سعاده عنده كثير روح رياضيه نمر كول لانه زعلنا كلنا لما طلع كل العالم زعلت كان كول بنوجه له تحيه بدنا نشكرك كثير لانك بالرغم من الوجع ومن الفراكتور جيتي يعني لعنا الليله حتى تشاركي بالحلقه وجود لك بكل شيء بدك تعمليه خصوصا انه هلا عم بتحضري عده مسلسلات ادمين منهم مسلسل اسمه ياسمينة وبيلبق لك هالاسم لانه عن جد انت هيك اللي بتطلع بوشك دائما هيك مفرفحه مثل صح. مثل الياسمين عن جد كيتي شو مخبيت لك بالكارت؟ يلا اوكي شو مخبيت؟ كيتي حد بقريا؟ تحديته بعد بالرقص هلا المنافسه غنائيه بينك وبين دانييلا بسوق عكاظ معكم دقيقه انا سيئه جدا بالغناء وانا سيئه جدا عن جد لا مش معقول صوت حلو سوق عكاظ ايام اللولو خليني اعطيك لولو شو رش وملبس يا ماما لو 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 دانييلا لو لو كمينة كفيها كفيها say thank you كفيها لوكا مينا لوكا مينا كتب فيها لوكا مينا وبعدين لوكا مينا لا غني غني على القليلة مقطع منها ما عم جرب اتذكر شو هالنوع What a feeling. Oh my god, that's from the movie yeah. Flashdance. What yeah, a like feeling. Makes me believe. Taram. Taram. Mamma mia.